بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة مش هيكون لي علاقة بالتصليح. فيديو النهاردة هعرفكم فيه ازاي تعرفوا الساعة العقارب. في ناس كتير تعرف فعلا الساعة العقارب، بس في ناس برضو كتير ما بتعرفش فيها. فعشان كده انا عملت فيديو النهاردة مخصوص عشان اعرف الناس ازاي يعرف الساعة العقارب. اول حاجة نعرف ايه الساعة العقارب. عامة العقارب الداخلية دي الساعة العقرب الصغير اللي هو القصير بيدل على الساعات، والعقرب الطويل بيدل على ايه؟ الدقايق. فاحنا مثلا نبدأ كده، لما يكون العقربين الكبير والصغير ناحية الاتناشر مع بعض كده تبقى الساعة اتناشر. طيب نعرف بقى ازاي الساعة واحدة والساعة اتنين والساعة تلاتة. لما يكون العقرب الصغير على مثلا الواحد كده والطويل على اتناشر يبقى كده الساعة واحدة. يمشي كده تاني، كده الساعة اتنين، كده الساعة تلاتة. يعني العقرب الصغير بتدل على الساعة والطويل على الدقايق، يبقى كده الساعة تلاتة بالظبط. يعني الاتناشر دي مثلا في الرقمية تبقى عبارة عن صفرين، يعني هتبقى الساعة تلاتة وصفرين، يعني الساعة تلاتة بالظبط. كده الساعة اربعة، كده الساعة خمسة، الموضوع سهل جدا. كده ستة، موضوع سهل. طيب احنا يعني في ناس مشكلتها في خمسة وفي عشرة ومش عارفين. ناحية اليمين كله يعتبر وي، ناحية الشمال يعتبر إلا. يعني الساعة دلوقتي هي واحدة زي ما احنا قلنا، لما نيجي كده يبقى الساعة واحدة وي، كل شرطة تدل عن خمس دقايق، يعني كده الساعة واحدة وي خمسة. كمان شرطة اللي هي على الاتنين دي مثلا، هي كده ايه؟ كده خمسة، وكده خمسة، يبقى كده الساعة واحدة وي عشر. كده لأن الصغير بيدل على الساعة، كده واحدة. هنا على بقى ال 15 ما بقولش واحدة و15، لا بقول واحدة وربع. ده الربع، يعني هذا ربع الساعة، ده الربع الثاني، يبقى كده ربع وربع، كده نص، وهذه ربع وربع، يبقى كده الساعة واحدة، واحدة وخمسة، واحدة وعشرة، واحدة وربع. طيب نخش على هنا، مش هنقول 21 دقيقة، بنقول واحدة وتلت، لأن هي كده تلت. لو بصينا كده للساعة إن هي مدورة كده تلت، يبقى كده واحدة وتلت. طب نخش هنا، هنا بقى هتفهموها إزاي؟ ديت مثلا كده النص بالظبط، يبقى واحدة ونص. لما نيجي هنا عند الخمسة يبقى واحدة ونص إلا خمسة، لأن كده إيه؟ إلا خمس دقايق. فهي كده يبقى واحدة ونص، كده واحدة ونص إلا خمسة. يبقى كده نعيد تاني، واحدة، واحدة وخمسة، واحدة وعشرة، واحدة إيه؟ وربع. نخش على بعده، واحدة وتلت. بعد كده واحدة ونص إلا خمسة. نخش على بعده، واحدة ونص. طب نخش على الناحية دي، يبقى واحدة ونص وخمسة، لأن إحنا كده زدنا خمس دقايق بعد النص. تبقى اللي بعده، هنا كنا بنقول وتلت، هنا هنقول الا تلت. بس ايه بقى؟ احنا كده عدينا الساعة، دخلنا على الساعة اتنين، يعني كده بقى واحدة ونص وخمسة. يبقى كده نخش بقى من اول ما نخش على التلت نقول اتنين الا تلت، كده الساعة داخلة على الاتنين، يبقى كده الا تلت. هنا كنا بنقول وتلت، هنا الا بقى، يعني الساعة دلوقتي هي اتنين الا تلت، يعني فضلت تلت ساعة وتبقى اتنين، فاحنا بنقول اتنين الا تلت. نخش كده يبقى اتنين الا ربع، يعني فاضلها ربع ساعة وتبقى اتنين. مفهوم اتنين الا ربع ايه؟ انا عايزكم تفهموا مش تحفظوا. كده اتنين الا ربع، يعني فاضلها ربع وتبقى اتنين. كده اتنين الا عشرة، هذه خمسة وخمسة، كده اتنين الا عشر دقايق، يبقى كده اسمها اتنين الا عشرة. كده اتنين الا خمسة، كده الساعة اتنين بالظبط. وكذلك نعيد تاني، الساعة اتنين، اتنين وخمسة، اتنين وعشرة. هنا دخلنا على الربع يبقى اتنين وربع. بعد كده دخلنا على التلت، اهي الساعة مدورة اهي، ده تلت، ده تلت الدايرة، يبقى اتنين وتلت. بعد كده دخلنا هنا اللي هي قبل النص بخمس دقايق، يبقى اتنين ونص الا خمسة، كده اتنين ونص، كده اتنين ونص وخمسة. كده بقى احنا دخلنا على ايه؟ بدأت الساعة تخش. لو بصينا كده نلاقي عقرب الساعات بيتحرك، كده دخلنا على التلاتة، اهي كده على التلاتة، يبقى كده تلاتة الا تلت، تلاتة الا تلت، كده تلاتة الا ربع. فضل له ربع ساعة اللي هو 15 دقيقة. كده 3 إلا 10، فضل 10 دقايق وتبقى 3. كده 3 إلا 5 دقايق، 3 إلا 5. كده بقت 3 بالظبط. أتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا الساعة. واللي مش فاهم أي حاجة يبعت لي في التعليقات وأنا إن شاء الله هشرحها لكم. ولو استفدتوا ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا.